جيش انتشر زال الشر ابن الأردن ما قصر. نستفيق اليوم بحماس البدايات الجميلة، نستعيد حرية القيام بأمور اعتدناها لكننا اشتقنا لها. اليوم لن نقلق بشأن الوقت والتوقيت الأدق للحركة، قيود كثيرة ستكسر ونكهة جديدة ستضاف لهذا الفصل الهام، لكننا بالطبع لن نتراخى بل سنكون مشهودين بحس أكبر للمسؤولية. يسعد صباحكم. صباح الخير رندا. صباح الخير دانا وهيثم، يعطيك العافية. صباح الفل رندا، يعطيك العافية. صباح الخير دانا، يعطيك العافية. مبسوطين هيك الثلاثة نحن مع بعض من زمان مع اليوم الكل مبسوط بالحمد لله. اليوم عن جد هيك اليوم يدعو لله السعادة دائما تكون يعني ترافق الكل، بس كل شيء عم بتغير، وحتى نحن كمان بالبرنامج انا حاسس انه عم نتأقلم مع الوضع طبعا على الهواء. طبعا يعني هي كانت فتره يمكن الناس قعدت في بيوتها زي ما بيقولوا، صار فيها تسكير لكل ضوضاء الحياه، وكل واحد رجع مع حاله يفكر بحاله، مرات يعيد ترتيب اولوياته. وبما انه اليوم احنا يلي بدت طلع يعني خففنا القيود وعم ترجع الحياه تدريجيا لطبيعتها، بحب احكي هالابيات الشعر لكل شخص يعني ناوي يرجع يامن بحلمه ويرجع يستمر بالحلم بعد الفتره اللي بالفعل انحبسنا فيها ويمكن صاب لك على الكثير من الاحباط. فاسمعوا بيت الشعر وخليه دائما يكون شعارنا في كل شيء بدنا اياه، وهو بيقول، طبعا هو ماخوذ من نفس شعر المتنبي اللي بيقول ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ولكن حولناها لصالح كل انسان عنده حلم. فاسمعوا احلى الكلمات. تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. فبنتأمل خيرا كل شخص آمن، طالما أنت مآمن وعندك شغف وعم بتساعد غيرك بهذا الشغف، ربنا رح يوفقك ويفتح وجهك. وطبعا إحنا كأردنيين فخرنا جدا بالقيادة في هاي الأزمة، وأيضا لتضارف الجهود من الشعب والقوى الأمنية والجيش، طبعا لوصلنا لما نحن عليه الآن. فبدنا نستمر بحس المسؤولية، إن شاء الله كل إنسان يحقق مراده إن شاء الله رب العالمين. بتمنى لكم التوفيق دانا ورندا بالبرنامج، بس لأذنكم يعطيك العافية هيثم، نتمنى لك بقية النهار. الله يخليكم. وإنت كمان يلا جود لك اليوم عن جد، الله يوفقك. شكرا شكرا، وبتمنى بقية نهار سعيد لكل الناس اللي عم بتشوف. إن شاء الله هيثم، الله يوفقك. يعني بالفعل رندا اليوم كل الأردنيين تحديدا صاحيين هيك بنفسية حلوة، حاسين إنه في بدايات جديدة رح تكون بنهارهم بحياتهم بفصل جديد ممكن نعتبره. هلا كتير أشخاص بيحكوا اشتقنا نرجع لحياتنا الطبيعية، لكن احنا كمان اللي بهمنا نرجع أحسن مما كنا بالصحة بالمضمون بالأفكار وبالتوجه للحياة. ولكن يجب علينا أن نتوقف قبل ما نحكي عن أي موضوع اليوم في برنامج دنيا دنيا، وبالفعل نوجه تحية كتير كبيرة لأشخاص من بداية شهر ثلاثة ما شافوا عائلاتهم، ما كانت أولويتهم صحتهم، كانت أولويتهم صحة الأردنيين وخاطر. لكل شخص كان بالصف الأول بالدفاع، عم نحكي عن كادر طبي، عم نحكي عن أجهزة أمنية، عم نحكي عن مسؤولين، عم نحكي حتى عن مواطنين طبيعة عملهم اتطلبت أنه يكونوا في الميدان. هدول عن جد بيستاهلوا تحية وننحني تقديراً واحتراماً لإيثارهم 100%. يعني نحن نحكي على عدة قطاعات الأمنية الصحية اللي نسيوا حالهم، نسيوا عيالهم، نسيوا بيوتهم لحتى يكونوا واقفين على سلامة الجميع. فنحن مكملين بفقرات دنيا يا دنيا لليوم السبت 6/6/2020، ولكن امبارح كان ذكرى حرب 1967 أو ذكرى النكسة. نعم، 53 عام مروا على هذه الذكرى اللي لساتنا احنا بنحكي من نكبة إلى نكسة، وعلى أمل أن نستفيق ويكون في عنا نهضة بالفعل لكل القضية الفلسطينية اللي دائما هي أساسية ومحورية ومركزية لكل العرب، وطبعا بالتحديد عنا بالأردن، لأنه احنا مش بس مربوطين جغرافيا وديمغرافيا، الأهم أنه احنا مربوطين عاطفيا.